صحيح رجعنا من ديفيت اكشفتوا اليوم لوميريت يرجع للجوارات شفتوا معنا الجوارات كلها تاو 100% تجم تقول اللي اليوم اللي مشى معنا في لابور ديفونسيف حاجه باية عاونتنا بالكدا سورتو الجوارات رجعت فيهم الروح ورجعت الكونفيونس وعندك جيزاني زاد اليوم ظهر في الماتش حاجه اللي هي تريز امبورطونت اللي لون تام عرفنا كيفاش ناخذوه اليوم ايكيب تجم تقول بدلت ستيل دو جو هبطت ثلاثه جوارات اللي ما كناوش نجمو نتوقعوهم شي هبطوا اللي هما 3 بوينت جارد حاولنا كيفاش نخرجوا بالسيتياسيون هذه اللي عرفنا كيفاش نجاريو فيها وخذينا الماتش شفتوه هك من الاول عملنا اون تايم باي لينو في الماتش وحنا هزينا سكور براتيكمون فوالا بيان سور شفتوا معنا دابري ماتش اليوم حاولنا كيفاش نجاريو الفاتيك اللي باش نلقاو رواحنا في ماتش اللي هو ضد الزارع بون سي ماتش تنجم تقول اكثر منه ماتش دو بلاي اوف لي دو زيكيب يحافظوا على الحظوظ نتاعهم وماشيين في ثنيه باي وربي وفقنا ونشوفوا بعد شنو نجمو نكونوا نعملوا في البلاي اوف.